حياتكم مشاهدينا بكل خير. مرحبا بكم في عددنا الجديد من برنامج رأيكم، برنامجنا الذي نستطلع فيه آراء المواطنين حول مختلف المواضيع. سنرى اليوم رأي المواطن الجزائري في الاستيراد، هل يجب وقفه أم ضبطه؟ تابعوا معي. استيراد، هناك مواد لمواد أو منتوجات ما نقدروش ننتجوها هنا محليا، وإذا كان لابد أننا نستورد. هناك مواد أولية ضرورية لمنتوجات، وإن كان منتوج محلي شركات إنتاج تحتاج مواد أولية، ولكن المواد الأولية غير موجودة في الوطن في البلاد. هنا شر لابد منه. إحنا من الأفضل أننا نكون كجزائر كبلد مستقل، أننا نكون يعني مستقلين ونحقق اكتفاء ذاتي في جميع النواحي 100%. بس إذا كان هناك منتوج ولكن نستعين بنسبة من الاستيراد أننا نستورد، هو شر لابد منه. ولكن إذا كانت منتوجات سواء استهلاكية على النطاق الواسع، ولا هناك منتوج محلي كالمواد الغذائية مثلا، من المفروض أننا ندعم المنتوج المحلي وكذلك باسكو اقتصاد، لأنه الحد من الاستيراد ما نقولش منع تام، الحد يوفر العملة الصعبة، لأنك لما تستورد راح تستورد بالعملة الصعبة. العملة الصعبة أحسن البلدان الاقتصاديين اللي لاباس بهم يحافظوا على العملة الصعبة هذه، لأنه يشكلوا كما نقولوا حنايا ماطلة سيكوريتي نتاع بالنسبة للاقتصاد الوطني. هذه نظن هذا هو رأيي. الاستيراد يكون ولكن ضبطه، ما نقولش حده هو، لكن ضبطه يكون. هناك سلطة ضبط للاستيراد في وزارة الاقتصاد ولا وزارة المالية، ولا أن نتحدد، ولا وزارة التجارة، خاصة وزارة التجارة، أن نتحدد المواد التي تسمح باستيرادها والمواد التي متوفرة بكمية كبيرة هنا ولا بوفرة في البلاد. من الأفضل أننا نستهلك منتوج محلي لدعم الاقتصاد الوطني. الاستيراد يعني أنا نتمنى نقصوا منه الاستيراد هذا، لامبورطاسيون، parce que l'importation c'est la sortie de la devise de l'Algérie. Ça veut dire on est perdant un peu, mais effectivement on n'a pas tous les produits. Ça veut dire il faut procéder à l'importation pour le moment. Moi j'aimerais bien, ça veut dire encourager l'exportation, parce que l'exportation ça veut dire c'est de l'argent qui rentre dans la banque d'Algérie, et c'est un truc positif pour nous. Ça veut dire maintenant moi je dis que je suis contre ça veut dire l'importation. Il faut réduire l'importation, il faut prendre des mesures pour trouver un peu les solutions pour promouvoir un peu l'exportation. استيراد كاين بعض كما نقولوا، استيراد كاين بعض المواد واللي يجبوها كما نقولوا لازم يجيبوها من الخارج، وكاين بعض المنتوج محلي نخدموا هنا عندنا في بلادنا في الجزائر. هي افضل خير كما نقولوا، حتى كما نقولوا المدله الاوليه ما عندناش، لازم الاستيراد هي احسن من كما نقولوا المنتوج الجزائري خير. المنتوج الجزائري كما نقولوا تاع بلادنا ما فيش برودوي شيمي، يقول لها باينه حاجه كما نقولوا ما شاء الله، الانسان كي ياكل حاجه تاع بلادنا خير. ونقصوا كما نقولوا عندنا هدف الميزانيه تاع الجزائر تنقص كما نقولوا تهبط شويه. الاستيراد من خارج حاجه ضروريه، الماده الاوليه لا الاستيراد مازال كان بعض الماده لازم نجيبوها من الخارج. مثال كما نقولوا كان بعض المادات لازم نجيبوها من الخارج، لازم الضبط لو كان صعب شويه نقص شويه كما نقول كما نقولوا حاجه التفاح كما نقولوا صوالح بعض صوالح الحمد لله نجيبوها كما نقولوا محلي خير. العمى صعبة لازم الضم، بس نخدموا بلادنا كما نقولوا حتى الفلاحة قوية، ما استناوش يجي البابور ولا يا سيميو. المادة المنتوج الجزائري خير أفضل. كاين حوايج لازم نستوردهم ما نديرهمش بلادنا، سي تو طافي نورمال، والحوايج اللي ننتجهم اللي ما ننتجهمش هنايا لازم يستوردوا ثاني نستوردهم. دونك من ومن ماشي نص نص كوا تيوا، كاين حوايج ما ننتجوهمش. نقول لك عندنا واحد مشكل باغ اكزومبل تاع الدواء، الدواء ما عندناش كلش، تصيب واحد
يروح للطبيب يشري له دواء تحوسها قاعد في الجزائر وما تسيبهاش، دونك لازم نجيبوها من الخارج. كيفاش نديرها؟ راهم الناس يتعاملوا هكذا، تو واحد عنده فاميلته وكذا ويبعث له دواء. هذو حوايج نورمالمون نجيبوهم اون اورجونس. يا دي شوز، انا ما نروحش نجيب اللوكس، نجيب حوايج اسونسيال ضروريه للمواطن. مشاهدينا، كان هذا رأي المواطن الجزائري، وبهذا نكون قد وصلنا لختام عددنا لنهار اليوم. نلتقي في فرص أخرى مع موضوع جديد. إلى اللقاء.